سؤال قدرات سهل يا جماعة، هو بيقول لك ايه س ناقص ضرب تساوي 4 وس ضرب تساوي 18 او ج تربيع زائد س تربيع. المفتاح الحل يا جماعة، ده مفتاح الحل، س ناقص ضرب تساوي 4 اربع الطرفين بس، هيبقى س ناقص ص الكل تربيع بتساوي 4 تربيع ل 16. افك المقدار ده، يبقى س تربيع ناقص 2 في الاول في الثاني 2 س ص زائد ص تربيع بتساوي 16. س ص معايا ب 18، يبقى س تربيع زائد ص تربيع جنبهم جنب بعض ناقص 2 في ضرب 36 بتساوي 16. وأدي الطرف الثاني، يبقى جبت س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 16 زائد 36 ب 52. السلام عليكم.